ولك انا كنصف ولادي كلهم واولاد الجيران واحكي لهم حكاوي من بعد صلاه التراويح لنص الليل. ايوه، وانا عم اقول لحالي هالعقد النفسيه اللي عند جوزي واولادي شو سببه. بعدين حماتي انت خبره بتاليف القصص والاكاذيب، طلعت هواية قديمة بملفك. بعدين شو هالقطايف اللي بتهوي اللي طعميتيني اياهم من شوي؟ شغل اين السوق؟ ولك ولك انا العجينة كنت اعملها لوحد، والقطر لوحد، لك حتى القشطة اللي بقلبهم كنت اعملها على ايدي، كانت تاخذ مني نص نهار. انت برايك وبالله عليكي انا ممكن روح نص نهار على شغلة فيني جيبها من السوق وريح حالي؟ بعدين حماتي حارتنا ضيقة ومنعرف بعض، انتي كنتي تعمليهم بالبيت لأنه أوفر، مو كرم أخلاق وحباً بالطبخ. بعدين نحن رمضاننا فيه زيارات وسهرات ومشاوير وأعزم وإنعزم، مو 30 يوم منقضيهم بالبيت وما منسترجي نعزم حدا لحتى ما يجي يفطر عنا، ولا منرد الصحون فاضيين للجيران بحجة إنه بدنا نتأكد إذا هاد صحنهم أو لا. اسمه رمضان كريم مو بخيل.